بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل إن شاء الله مع بعض الكورس بتاع نبائط إلكترونية Electronic Devices، والنهاردة إن شاء الله هناخد مسألة كاملة عن البايبولر جانكشن ترانزستور. هنعمل فيها DC Analysis و AC Analysis. نبدأ بس كده بمراجعة شوية مفاهيم أساسية رئيسية. إحنا طبعا عندنا مثلا عارفين إن إحنا مثلا كل الناس عارفة قانون أوم بتساوي V بتساوي I في R، لكن احنا طبعا يهمنا ان المعلومة كده طبعا بهذا الشكل ممكن يكون فيها يعني بعض اللبس لو مش معلومة مش مفهومة كاملة. هو قانون اوم عموما او في بتساوي اي في ار هو المقصود بيها الفولتج ديفرنس على طرفي المقاومة، او الفولتج دروب اللي هيحصل نتيجة مرور تيار هتكون قيمته بتساوي اي في ار. مادام في فولتج ديفرنس، في فرق في الفولت او فولتج دروب يعني عموما في انخفاض في الفولت، يبقى انا لازم في عندي طرفين، لازم يكون في طرف مختلف عن الطرف التاني. عشان كده احنا دايما بنرسم لازم الاول حاجه يكون عندنا محدد ايه هو اتجاه التيار. طبعا احنا لو عندنا في الاول مش عارفين الاتجاه دوت فاحنا بنفرضه، وبعد كده زي ما احنا شفنا قبل كده في المسائل لو التيار ده طلع قيمته بالنيجاتيف يبقى التيار ماشي في عكس الاتجاه. يبقى اذا اول حاجه لازم يكون عندي عارف انا اتجاه التيار المعدي في المقاومه دي ازاي، او انا هفترضه. تمام، ساعات لو احنا فرضنا اتجاه التيار زي ما احنا شايفين كده قدامنا ماشي من الشمال لليمين، ساعتها هيبقى الفولت زي ما احنا شايفين كده البوزيتيف يبقى قبل المقاومه والنيجاتيف هو بعد المقاومه، هو ده الفولتج ديفرنس. بمعنى كده ايه؟ ان الجزء اللي قبل المقاومه ما دام هنا بوزيتيف يبقى ده الفي بي 4 هو اللي اعلى من في افتر بقيمه اي في ار. يبقى هنا الفي، هنا الفرق الفولت هنا عباره عن لو في بي 4 اللي هو قبل ناقص في افتر هو ده الفرق الفولت بيساوي اي في ار. تمام كده. لو احنا طبعا هنا لو فرضنا ساعات كتير بتيجي في المسائل يكون عندي انا عايز عندي الفولت بي 4 وعايز اجيب افتر بكام، او عندي الفولت بعد وعايز اجيب قبل بكام، على طول هنا من العلاقه اللي قدامنا دي اقدر اطلع اي قيمه انا عايزها. يعني لو فرضنا انا عايز الفولت قبل بكام زي ما احنا شايفين هنودي الفي ايه هناك بالموجب، تبقى ال V B4 بتساوي V A زائد I في R. طبعا يبقى احنا كده عارفين ان ال V B4 زي ما احنا عارفين حسب اتجاه التيار هو ده الفولت اللي اعلى، لان المقاومه بتعمل فولتج دروب، بتعمل انخفاض في الفولت بقيمه I في R، بتعمل فولتج دروب بقيمه I في R. طب لو انا عايز اقيم قيمه V A تبقى V A بتساوي V B ناقص I في R. طبعا خلاص احنا كده يبقى ده كده مفهوم عندنا، مفيش فيه لخبطه بقى خلاص، ان حسب اتجاه التيار الفولت اللي قبل التيار، الجهد اللي قبل التيار اعلى من بعد، اسف، الجهد اللي قبل المقاومه اعلى من بعد المقاومه بقيمه اي في ار. طيب احنا ناخد كده اتنين اكزامبل سريع. طبعا اذا فرضنا احنا عندنا مساله كده اللي قدامنا دي، في هنا عندي 10 فولت موجود فوق وعندي المقاومه هنا قيمتها ار. طبعا احنا لو احنا مش عارفين هنا اتجاه التيار انا هفترضه، بس احنا لو فرضنا، احنا عايزك تبقى راجل على طول لماح وتفترض الفروض الصح على طول عشان ده هيوفر عليك مجهود كتير جدا. لو فرضنا احنا عندنا الفولت دوت هو ده اعلى فولت موجود في الدايره، طبعا احنا كل كلامنا على الدي سي سيركت، لو فرضنا الدايره كلها ده اعلى فولت فيها 10 فولت مفيش حاجه اعلى من كده، يا اما بتساويها يا اما اقل من كده، يبقى اذا التيار ده لازم هيكون نازل لتحت. ليه؟ لان احنا عارفين ان التيار بيبقى بيتحرك من الفولت العالي الى الفولت المنخفض، يبقى انا افترض على طول ان التيار ايه نازل لتحت. طب ما دام على طول كده، ما دام عرفت ان افترضت ان التيار نازل لتحت وهسميه اي في هذا الاتجاه، يبقى هنا فين البوزيتيف؟ يبقى البوزيتيف هو اللي قبل المقاومه، هيبقى هو البوزيتيف فوق والنيجاتيف تحت. تمام كده، ما دام بوزيتيف فوق ونيجاتيف تحت يبقى قيمه الفي اي ديت عباره عن دي قيمه في اي اللي هي بعد المقاومه اللي هي هنا اهي، يبقى في بي ناقص اي في ار. الفي بي هنا ب 10 فولت، يبقى هنا قيمه المقاومه في اي بتساوي 10 ناقص اي في ار، يبقى كده جبت قيمه الفي اي. طيب لو افترضنا بقى في المثال الثاني هنا قدامنا ان انا في عندي المقاومه دي هي واصلة قبل الأرضي، ولو فرضنا برضو الأرضي هنا دوت أقل جهد موجود في المسألة، أقل جهد موجود عندك في الدايرة، بمعنى مفيش عندك جهد بالسالب، يبقى أكيد التيار هيبقى رايح داخل لجوه الأرضي، لأن طبعا الأرضي ده زي ما احنا قلنا أقل جهد موجود، يبقى أيا كان النقطة اللي قبله هتبقى هنا جهد أعلى، وقلنا التيار دايما بيبقى من الجهد الأعلى إلى الجهد الأقل. إذا النقطة في بي هنا تبقى إيه يا جماعة؟ النقطة في بي هنا الجهد ده قبل الإيه؟ المقاومة. طبعا اتجاه التيار كده يبقى ده بوزيتيف كده وده نيجاتيف كده، لان احنا قلنا الجهد اللي قبل المقاومه هو اللي بيبقى اعلى من الجهد اللي بعد المقاومه، يبقى الفي بي هنا على طول بتساوي ايه؟ هي اللي عند البوزيتيف، ادي الفي بي اهي، يبقى هتساوي في اي زائد اي في ار. طب الفي اي اللي هي الفي افتر بكام؟ بزيرو، يبقى الفي بي هنا على طول بتساوي
اي في ار على طول، يبقى ده كده الفي بي بتساوي هنا على طول اي في ار، ده كده اتنين اكزامبل على طول حليناهم على طول بمجرد النظر، مفيش داعي للخبطه خالص. الخلاصه بتاعتهم زي ما احنا قلنا ان حسب اتجاه التيار يبقى انا الفولت اللي قبل المقاومه هو اللي اعلى من اللي بعد المقاومه بقيمه اي في ار. يبقى انا كده بمنتهى البساطه خلاص اي مساله فيها ار كده مفيش فيها داعي للخبطه خالص، تمام. طيب احنا كلمه فولتج دروب ترجعنا لنقطه تانيه مهمه جدا، كلمه فولتج دروب عدت علينا فين يا جماعه؟ عدت علينا في الديود. لو قلنا الديود لو احنا راسمين كده لازم تكون حافظ على طول، لو لازم تكون عندك حافظ. لو احنا عندنا الديود مرسوم بالمنظر ده كده، احنا دايما حرفين ان البي بيبقى هو ناحيه المثلث والان هو ناحيه الشرطه، يبقى هنا اتجاه الفورورد بتاعه هو بالاتجاه دوت، وساعتها يبقى الفي دي اللي هو الفولت الفولتج دروب هنا يا جماعه بوستيف هنا ونيجاتيف هنا. برضه هنلاحظ هو نفس القصه بالظبط، البوستيف هنا يا جماعه قبل الديود اللي هو قبل الديود، يبقى هنا بيحصل لي فولتج دروب كام؟ احنا نقسمها دايما اللي هو 7 من 10 فولت كده اهو، تمام؟ يبقى ده كده 7 من 10 فولت، يبقى الاتجاه كده مش هتلخبط فيه على طول، حسب على طول رسمه الديود موجود فين في الدايره؟ البوستيف هنا الشرطه الكبيره مع المثلث والشرطه الصغيره مع الشرطه الصغيره زي ما احنا شايفين كده البي والان بقيمه كام؟ 7 من 10 فولت. فين الموجب؟ هنا، وهنا في السالب هنا، معناها ان الطرف ده الطرف ده لو في نقطه هنا هو اللي اعلى من الطرف ده بقيمه 7 من 10 فولت، يبقى مفيش داعي للخبطه خالص. يبقى اذا لو فرضنا ان انا عندي النقطه دي هنا اهي ب 3 فولت، وانا هفترض طبعا الكلام ده كله في الفرض فين يا جماعه؟ لو انا عندي الديود ده هفترضه فين؟ في الفورورد، لان طبعا احنا عارفين في الريفرس بيبقى اوبن سيركت، في الريفرس اوبن سيركت، فال 7 من 10 فولت دي لو انا هفترض الديود فين؟ في الفورورد. يبقى اذا لو انا عندي هنا ده 3 فولت، وانا هنا هشيل بقى الديود هفترضه في الفورورد، وهنا دي الموجب وهنا السالب، معناها ايه يا جماعه؟ معناها هنا هو اللي اعلى من هنا ب 7 من 10، لان دي اللي عند السالب. يبقى اذا هنا الفولت هنا بكام؟ هنا منخفض عن ده اقل من ده ب 7 من 10، اذا الفولت عند النقطه سي هنا تبقى 3 ناقص 7 من 10 ب 2 و3 من 10 فولت. طب نفترض ان احنا كان الديود باصص الناحيه الثانيه زي ما احنا شايفين قدامنا كده، فهنا النقطه دي 3 فولت، وانا برضو هفترض ان هو فورورد، يبقى هنا النيجاتيف زي ما احنا قلنا النيجاتيف مع الشرطه هو ده الان، والبوستيف مع الشرطه الكبيره مع المثلث، يبقى انا كده ايه؟ ده اللي اعلى من ده ب 7 من 10 فولت. طيب ده 3 وده اعلى منه 7 من 10 فولت، يبقى اذا الفولت هنا بكام؟ ب 3 و7 من 10 فولت زي ما احنا شايفين. يبقى اذا الموضوع ببساطه خالص ان انا عندي الفولت بيحصل لي فولتج دروب على الديود بقيمه 7 من 10 فولت، بعرفها ازاي؟ البوستيف زي ما احنا قلنا اللي هو قبل الديود اللي هو مع المثلث يبقى اعلى من اللي عند السالب، الموجب اعلى من السالب ب 7 من 10 فولت. طب بالنسبه للمقاومه اللي عند الموجب اعلى من السالب بقيمه اي في ار، يبقى كده مفيش اي داعي مفيش اي حاجه تلخبط خالص والدنيا ماشيه سيمبل بسيطه. طيب هنراجع برضو مع بعض كده سريعا قوانين كيرشوف سيركت لوز. احنا عندنا قانونين للفيرست لو والسكند لو بتوع كيرشوف. طبعا القانون الاولاني ممكن نسميه كيرشوف كارنت لو، او ساعات بنسميه النود عشان هو النقطه، بيبقى له كذا اسم يعني. فالقانون الاولاني بيقول لنا ايه بقى؟ بيقول لنا لو في عندي مجموعه من الفروع زي كده، مجموعه من الفروع ده برانش وده برانش وده برانش، وفيها طبعا كل واحد فيهم فيه تيار مختلف، فمجموعة التيارات summation بتاع التيارات بيساوي كام يا جماعة؟ مدام summation بتاع التيارات بيساوي زيرو، يبقى أكيد طبعا التيارات مش كلها موجب، لأن كل موجب هيبقى بيساوي زيرو ازاي؟ يبقى إذا هنا في مجموعة تيارات موجب ومجموعة تيارات سالب، أنا بفترضها على حسب إيه يا جماعة؟ على حسب التيارات اللي خارجة من النقطة دي والتيارات اللي داخلة للنقطة دي. أنا بحب بقى أصيغ الموضوع دوت بالصيغة الآتية، إن أنا أقول مجموع التيارات اللي داخلة بتساوي مجموع التيارات اللي خارجه، بس كده ببساطه، ما عادش اشغل بالي بقى مين الموجب ومين السالب والكلام ده. يبقى انا هبص عند اي نقطه، انا عندي طبعا الثلاث تيارات دول زي ما احنا قلنا لو انا مش موجودين مش عارفهم من الدايره انا بفترضهم بحطهم وبثبت عليهم واشوف في الاخر التيار هيطلع معايا بكام. التيار اللي هيطلع معايا موجب يبقى اتجاهه كان سليم، التيار اللي هيطلع معايا سالب معناها ان التيار الحقيقي ماشي في عكس هذا الاتجاه. يبقى اذا هنا قدامي مجموع التيارات اللي داخله مين هنا داخل؟ اللي داخل هنا اي واحد واي 3، يبقى دي اي 1 زائد اي 3 دي مجموع التيارات اللي داخله بيساوي اي 2. يبقى اذا اي 1 زائد اي 3 بيساوي اي 2، دي مجموع التيارات الايه؟ اللي داخله بتساوي مجموع التيارات الخارج، ده القانون بتاع كيرشوف كارنت لو. طبعا احنا هنا مهم جدا ان احنا زي ما قلت لك انا انت راجل لماح ما شاء الله وبتجيبها يعني وهي طايره زي ما بيقولوا، ان انا افترض من الاول فروض صح عشان اريح نفسي. لو فرضنا انا في عندي ترانزستور زي ما احنا شايفين كده بايبولار جنكشن ترانزستور، واحنا عارفين من الستاك بتاعه ان لو ده في الاكتف مود، انا طبعا بفترض في الاول في الاكتف مود انا عشان بحل، ان الاي سي في هذا الاتجاه وان الاي بيز داخله هي كمان في هذا الاتجاه،
وان الاي اميتر هو التيار اللي خارج. تمام كده؟ يبقى انا خلاص انا مش هفترض بقى فروض مختلف عن كده وارجع اعكس بعد شويه. انا عارف ما دام ده في الاكتيف مود ان هو هيطلع الاي سي داخل والاي بي داخل والاي اميتر خارج. زي ما احنا فاكرين، لو فاكرين الشرح اللي قلناه في الاول خالص، كان فاكرين كان الاي اميتر بيتحرك، الالكترونات بتتحرك من الشمال لليمين، كان الاميتر على الشمال، الالكترونات بتتحرك من الشمال لليمين، جزء بيخرج في البيز ثم جزء والباقي بيكمل للكوليكتور. طبعا احنا قلنا الالكترونات بتبقى في عكس اتجاه التيار، يبقى اذا كله هنعكس، يبقى اذا الاي كوليكتور داخل والاي بيز داخل والاي اميتر هو اللي خارج، لان طبعا الالكترونات بتمشي في عكس اتجاه التيار بتاعنا. طبعا احنا لو احنا كده برضو طبقنا عليها كيرشوف كارنت لو، هنلاقي احنا مين اللي داخل هنا، اللي هو اي سي واي بي، ادي مجموعه التيارات اللي داخله، بيساوي فعلا الاي اميتر هو الخارج. وده فعلا القانون يا جماعه اللي احنا استخدمناه بين القديم للقانون اللي احنا بنستخدمها في البايبولار جانكشن ترانزستور، ان الاي اميتر بتساوي اي بي زائد اي كوليكتور. يبقى اذا ما تيجي انت تفترض، وده في حاجات انت عندك عارفها على طول، افترض بقى الفرض بتاعك صح عشان يريحك على طول، بدل ما تفترض فرض غلط وترجع تعكس كل الاشارات بعد كده تاني. طيب القانون التاني بتاع كيرشوف اسمه كيرشوف فولتج لو او لو بلو، طبعا له كذا اسم. الخلاصه بتاعته الاتي: لو انا خدت طميش، لو انا لفيت في لوب، في كلوزد لوب يعني دايره مقفوله، وجمعت في كل فروق الجهود بتاعتي، هتلاقي في الاخر المحصله طميشن بتاع كل الفولتج ديت، الفولتج ديت هتبقى زيرو. فانا لو جمعت كل الفولتج ديت هتبقى في الاخر ايه؟ زيرو، ما دام مشيت في كلوزد لوب. طيب برضو في ممكن كذا اسلوب اعمله، بس انا هقول لك على الاسلوب بتاعي اللي انا بفضله. ان احنا هنعمل ايه بعد ما نحط الاشارات كلها بتاعت الكود صح؟ هنشوف دلوقتي ازاي. باخد الاشاره الاولانيه اللي انا بخبط فيها. طبعا احنا هنا ده عباره عن، لو فرضنا هنا في المثال ده عباره عن ده باور سبلاي، فالباور سبلاي فيه جهد موجب وجهد سالب، واحنا عارفين ادي الجهد السالب اهو، وهيبقى الجهد الموجب مع الشرطه الكبيره زي ما احنا عارفين، يبقى ده خلاص ده معروف. طيب انا هنا دلوقتي في عندي مقاومه، انا هنا هفترض برضو ايه؟ هفترض التيار. تمام كده؟ التيار هنا طبعا زي ما احنا شايفين، احنا قلنا عايزك تبقى انت على طول لماح، دلوقتي مفيش غير الباور سبلاي ده، يبقى التيار هيبقى ماشي طبعا خارج من الموجب بيلف في السالب، لان يعني ده كله فرع واحد. يبقى انا هفترض التيار من الاول، ابقى انا لماح على طول هفترض التيار ماشي في هذا الاتجاه لان هو ده المتوقع. طب اذا هفترض هذا التيار ماشي في هذا الاتجاه، يبقى فين الموجب يا جماعه؟ دايما السائلينها دايما الموجب هو اللي قبل المقاومه والسالب هو اللي بعدها. طيب ثم داخلين على الديود، وهفترض انا الديود لو فرضنا ان انا فرضته هنا فورورد، يبقى احنا عارفين على طول يبقى ده الموجب، ده السالب بتاع 7.10 فولت. تمام كده؟ لان طبعا قلنا الموجب دايما مع مين؟ مع البي اللي هو مع المثلث، والسالب اللي هو مع الان. ثم نفس الاي هنا معدي لان مفيش غير في برانش واحد، برضه نفس القصه، يبقى اللي قبل المقاومه هو ده البوزيتيف واللي بعديه الايه؟ النيجاتيف. طيب هبتدي اخد اللوب بقى واطبق عليها القانون. السهل بقى زي ما احنا قلت لك، انا خد القاعده ديت وامشي بيها، ان الاشاره اللي هخبط فيها الاول هي دي اللي انا هاخدها. طب هنا بالنسبه ل 10 فولت، مين اول اشاره خبطت فيها؟ سالب. يبقى انا هقول سالب 10 فولت. تمام كده؟ ثم هنا هخبط في مين؟ اول حاجه خبطت فيها الموجب، يبقى انا هقول ايه؟ زائد اي في ار 1، زائد اي في ار 1، لان انا خبطت في اشاره الموجب الاول. ثم هنا وانا ماشي مين اللي خبطت فيه هنا الاول؟ خبطت في الموجب ولا السالب؟ لا، خبطت في الموجب، يبقى هقول زائد 7.10 فولت. خبطت فين؟ في الموجب الاول. ثم هنا بالنسبه لي خبطت في مين الاول؟ برضو خبطت هنا في الموجب، يبقى هقول زائد اي في ار 2. طبعا هو نفس الاي، ولكن المره دي معدي في المقاومه ار 2، ده الفولت اللي على ار 2. تمام كده؟ طبعا هنا في المقاومه في المساله ديت، طبعا كل ده في الاخر بيساوي زيرو، حصلت الفروق الجهد كلها بيساوي في الاخر زيرو. لو انا عندي طبعا مديك ار 1 مديك قيمه ار 2، يبقى عندي مجهول واحد بس في المعادله اللي هو اي، هقدر اجيب هنا قيمه اي، وكده حلينا المساله. طيب نقطه بس تنبيه كده اخير قبل ما نسيب القانون دوت، ان احنا لو عندك في المساله مرسومه بهذا المنظر، ان في عندك جهد فوق واكتب لك كده عليه 10 فولت كده فوق، ده بيمثل ازاي؟ عشان لو انت عايز تعمله تستخدم قانون بتاع اللوب الكيرشوف فولتج لو ده يا جماعه. هنا معناها ايه القيمه دي؟ معناها القيمه دي معناها ان 10 فولت ده باور سبلاي 10 فولت بالنسبه لمين يا جماعه؟ بالنسبه للارضي. بالنسبه لمين؟ للارضي. اذا ده بيمثل بايه؟ لو احنا جينا نرسم كده، ادي الارضي اهو، تمام كده، ادي الارضي، يبقى ده كده ايه؟ 10 فولت اعلى من الارضي. يبقى انا هحط فين السالب وفين الموجب؟ احط السالب كده طبعا فعلا، لان السالب ده معناها للارضي، والموجب يبقى كده ده ال 10 فولت بتاعتي. يبقى ده كده بيساوي، ده بيطابق ده. ليه؟ لان هنا الفولت هنا هيبقى بكام يا جماعه؟ ده هنا البوزيتيف اهو، تمام كده، والنيجاتيف تحت، يبقى ده اعلى من الارضي، اعلى من الزيرو ب 10 فولت. يبقى كده فعلا ده التمثيل
بتاع. طيب لو فرضنا كانت دي سالب 10 فولت وكانت موجوده تحت، يبقى انا هتلاقي الاشاره هنا يا جماعه عكست، بحيث يكون النقطه دي اقل من الارض، هي دي اللي عليها السالب. هنا الشرطه الصغيره وتحت الشرطه الكبيره دي السالب 10 فولت. طبعا دي بحتاجها ليه؟ عشان لو انا جيت اعمل كيرشوف فولتج لو باللوب بتاعتنا، يبقى هنا في المنظر ده بخبط ايه في الاول؟ في الاشاره ايه يا جماعه؟ في الاشاره سالب الاول. دي كانت مراجعه سريعه على البيزكس كده اللي احنا بخصوص دوائر الكهرباء عموما، قبل ما نبدأ في الاكزامبل بتاعنا بتاع بايبولار جانكشن ترانزستور. هناخد بقى المثال بتاعنا بتاع البايبولار جانكشن ترانزستور، وهو المطلوب ان هنا ان احنا هنعمل هنا دي سي واي سي اناليسيس، دي سي واي سي اناليسيس للمسألة بتاعتي. طبعا هو مديني بالنسبة للدي سي اناليسيس مديني هنا كل القيم اللي انا محتاجها، الفي سي سي والفي اي زي ما هنشوف، وقيمه المقاومات وقيمه بيتا. عايز بقى كل اول حاجه فايند اول دي سي كارنتس وفولتجز، عيايز كل قيم الفولت والتيار، ثم عايز في الاخر البارامترز بتاعه السمول سيجنال بارامترز اللي هي الجي ام والار باي، جي ام والار باي والار اي، وطبعا الار نوت اللي احنا بنجيبها من اللي هو الايرل افكت اللي بنجيبها من في اي. ثم بعد كده في الاي سي اناليسيس برضو مديك كل القيم اللي احنا عايزينها، الار ال وخلافه، وعايز بقى الار انبوت والار اوتبوت والجينز المختلفه اللي احنا خدناها في المحاضره. تعالوا بقى نشوفها كده هنحلها ازاي. هنا بيديني بقى، انا عايز اتعلم دلوقتي، انا بيبقى مديني في هذا النوع من المسائل بيبقى مديني الدايره كامله على بعضها. يعني ايه دايره كامله على بعضها؟ يعني فيها الدي سي سيركت بالاضافه الى الاي سي سيركت، بيبقوا متوصلين مع بعض. ده الشكل الحقيقي اللي بتبقى فيه الدوائر لما تكون متوصلة، اما تكون في الحقيقة يعني. تمام. طب انا عايز بقى دلوقتي اطلع الدي سي سيركت لوحدها واحلها الاول، ثم اطلع من هنا الاي سي سيركت واحلها عشان اكمل بقية الحل المطلوب. طيب ايه القواعد بقى اللي انا هطبعها؟ الاتي بقى، وانا مش عايزك تحفظ، افهموا معايا هتلاقي الموضوع سهل جدا. اول حاجة عشان اطلع بقى الاكستراكت بقى الدي سي والاي سي سيركت، اول حاجة بالنسبة للمكثفات انا عندي فينا مكثفات دي بستخدمها عشان اوصل التيار، بعدها بعمل بيها الكابلنج والكلام ده كله والباي باس والحاجات دي كلها وبتاع. المهم يعني دي مكثفات هنشوف احنا وظيفتها دلوقتي، بس هي في لتوصيلات الدايره لكن ما بتقومش بعمل هنا خاص بالدايره زي ما احنا هنشوف دلوقتي مع بعض. تمام. هنا بقى المكثفات في الدي سي هنعتبره مكثف، في الدي سي هنعتبره اوبن سيركت، فالمكثف في الدي سي هنعتبره اوبن سيركت، وفي الاي سي هنعتبره شورت سيركت. يبقى دي بالنسبه للمكثفات، الدي سي اوبن سيركت وفي الاي سي شورت سيركت. طب بالنسبه للسورس بقى، فولتج سورس وكرنت سورس، طبعا هنا انا هنا في عندي حاجات دي سي وحاجات اي سي، بنعرفهم منين؟ زي ما احنا عارفين الدي سي بتبقى كابيتال كابيتال زي ما احنا شايفين كده، يعني دي كابيتال في كابيتال سي سي زي ما احنا شايفين، والاي في اي اي كل ده كابيتال، وهنا كابيتال اي ده كابيتال، يبقى ده كله عباره عن دي سي سورسز. تمام كده، سواء فولت او تيار، وهنا ده عباره عن سمول زي ما احنا شايفين، يبقى ده اي سي سورس. طبعا سمول سمول زي ما احنا شايفين يبقى ده اي سي سورس. فهنا بعمل ايه بقى؟ كل واحد فيهم لما اكون انا مش محتاجه، يعني لو انا هشتغل دي سي اعمل ايه بقى مع الفولتج سورس لو كان اي سي؟ اعتبره شورت سيركت. تمام. طيب الكرنت سورس لو انا هشتغل دي سي وهو اي سي هعتبره اوبن سيركت. تمام كده. طبعا ودي برضو حاجه مش محتاجه حفظ، ليه؟ الفولتج سورس لو فرضنا ان هو هخليه الفولت بزيرو، يعني ايه اخلي الفولت بزيرو؟ امتى يبقى فولت بزيرو في الدايره؟ لما اعمل عليه شورت، لان هو الشورت ما فيش عليه فرق فولت. طب الكرنت سورس، الكرنت امتى اخلي الكرنت بزيرو؟ مفيش تيار هنا، لما تكون الدايره مقطوعه اوبن سيركت. تمام كده. طبعا زي ما احنا قلنا هنا، لو انا هشتغل على الدي سي ولقيت اي سي فولتج سورس يبقى اخليه شورت سيركت، والعكس صحيح، لو انا هشتغل على الاي سي ولقيت دي سي فولتج سورس هخليه شورت سيركت، وهكذا في الكرنت سورس. يعني انا باخد معايا بس كل الدي سي سورسز لما اشتغل مع الدي سي، واخد كل الاي سي سورسز لما اشتغل مع الاي سي، وبعمل فيهم ايه بقى في الحاجات اللي هي مش المفروض ما اخدهاش معايا؟ زي ما احنا شايفين الفولتج سورس بخليه شورت سيركت والكرنت سورس بخليه اوبن سيركت. طب تعالوا نطبق، تعالوا نطبق القاعده دي على طول بتاعت المكثفات وبتاعت السورسز كده. خلينا الاول نشتغل على الدي سي، عايز اطلع الدي سي سيركت. طبعا احنا قلنا على طول المكثفات في الدي سي عباره عن اوبن سيركت، يبقى اذا المكثف ده كده قطع لي الدايره مش موجود اوبن سيركت، وهكذا المكثف ده كده مش موجود قطع لي الدايره ده اوبن سيركت، وهكذا المكثف ده مش موجود قطع لي الدايره اوبن سيركت. اذا كده ايه اللي فاضل معايا هنا؟
ايه اللي فاضل معايا هنا جوه الدايره بتاع الترانزستور؟ هو بس فقط لا غير، ده اللي فاضل معايا في الدايره بتاعتي. يبقى دي دايره يا جماعه، دايره فقط الدي سي سيركت، هي مجرد الترانزستور مع الار سي والار بي والكارنت سورس هنا. طيب هنبص هنا على الفولت ده، طبعا خلاص ده دي سي وده كمان كارنت سورس دي سي وده كمان دي سي، يبقى كده خلاص هي دي الدايره بتاعتي متوسطه بتاعت الدي سي سيركت زي ما احنا شايفين. ادي الار سي والار بي وادي الكارنت سورس بالنسبه. الموضوع يعني سيمبل جدا، مفيش اسهل من كده. طيب تعالوا نشوف بقى، لا انا عايز اطلع الاي سي سيركت بالمره، نطلعها من دلوقتي احنا موجودين مع الدايره. لو عايز اطلع الاي سي سيركت بقى هلغي ده كده وارجع تاني. احنا قلنا بقى المكثفات في الاي سي بتبقى شورت سيركت، يبقى انا في عندي هنا شورت تمام كده، في عندي هنا شورت تمام، وفي عندي هنا شورت على الارض تمام كده. تمام، يبقى دي اول حاجه في المكثفات خلاص عملتها ايه شورت. هبتدي اخش على السورسز، هنا السورس بتاعي ده ايه، ده اي سي، وانا شغال هشتغل في اي سي، يبقى ده هسيبه زي ما هو مش هقرب له. ثم هبتدي ابص بقى هنا، هلاقي هنا في عندي ايه، ده فولت ايه يا جماعه، فولت دي سي. طب احنا هنشتغل اي سي زي ما احنا قلنا، الفولتج سورس ده هنعمل له ايه شورت. هو هنا الفي سي يا جماعه زي ما رسمناها في المره اللي فاتت، كانه ايه يا جماعه الفي سي دوت يطلع كده فوق، كانه ادي الفي سي اهو زي ال 10 فولت دي، كانه الفولت ده بالنسبه للارض، فلما اجي انا اعمل عليه شورت يبقى كانه بقى يا جماعه كانه بقى ارضي بالظبط كده. يبقى الفي سي سي هنا كانه بقى واصل بايه يا جماعه، واصل بالارض، يعني بقى اعمل عليه شورت ان هو عباره عن فولت في سي سي بالنسبه لمين، للارض. يبقى انا كده كانه وصلت ده بالايه، بالارض. وهكذا شرحه بالنسبه لمين، للماينس في اي، برضه نفس القصه كانه بقى يا جماعه واصل بالارض. طيب يتفضل لي مين هنا يا جماعه، الكرنت سورس. والكرنت سورس احنا قلنا بنعمله ايه لما بيكون مش معايا في الدايره بتاعتي، بيبقى اوبن سيركت، يبقى الحته دي مش موجوده، يبقى هنا عندي الاميتر بقى واسع طول على مين، على الارض. يبقى ده كده بقى شكل الدايره بتاعي. تعالوا نسيبها كده مع بعض على طول. يبقى هنا عندي البيز جاي منه ايه، ار بي اهو تمام، ثم بعدها الار سيجنال والفي سيجنال، ادي اهي ادي الار بي، بعدها اسف البيز اهو ار بي، ثم الار سيجنال والفي سيجنال تمام. نطلع تاني، ثم بعد كده عندي بقى الاميتر واصل على طول على الارض، يبقى الاميتر واصل على الارض. وبقى عندي هنا في بالنسبه للكوليكتور بقى في عندي ار سي على الارض وبعدها ار ال على الارض. يبقى ادي هنا شكل الدايره بتاعي زي ما احنا شايفين، الار سي على الارض والار ال على الارض والاميتر واسع على الارض على طول. ادي هنا بمنتهى البساطه هي دي الدايره بتاعت الاي سي سيركت بتاعتي. يبقى خلاص احنا كده طلعنا بقت مساله عاديه خالص، دي سي سيركت واي سي سيركت، وهنحلها دلوقتي مع بعض نشوف هتتحل ازاي. طبعا احنا هنا دلوقتي على طول احنا قلنا ممكن على طول اشيل بقى الترانزستور هنا واحط على طول ايه الموديل بتاعه بتاع الاي سي. طبعا انا هنا مدي لك ال VA، يبقى انت هتاخد الار نوت في الحساب بالنسبه لل AC سيركت زي ما احنا شايفين. يبقى هنا البيز اهو، ادي الموديل اهو بتاعه احنا خلاص حافظينه على طول، بتاع الترانزستور ده البيز زي ما احنا شايفين كده على طول، واصل معاه الار بي ثم الار سيجنال، بي على الار بي على الارض ثم الار سيجنال والفي سيجنال اهو، الاميتر واصل على الارض اهو، ثم الكوليكتور بقى واصل معاه الار سي على الارض ثم الار ال على الارض زي ما احنا شايفين كده. عملت خلاص، عملت طلعت الدايره الدي سي والدايره الاي سي، وحطيت كمان فيها الموديل بتاع الاي سي زي ما احنا شايفين تمام كده. طبعا احنا برضو ممكن نحط الموديل بتاع الدي سي هنا، لكن احنا زي ما احنا شفنا كده ان ممكن اغلب الدوائر بتاعه الدي سي بتبقى سيمبل لدرجه ان انا مش محتاج حتى احط الموديل، هتتحل على طول بمجرد نظر زي ما احنا هنشوف مع بعض دلوقتي. طيب هنبتدي نحل مع بعض بقى ايه الدايره الدي سي الاول، هنبتدي نحل دي سي الاول. طبعا هنا اول مطلوب كان فايند كل الايه الدي سي كارنتس وفولتجز، عايز كل الايه كل التيارات وكل الجهود. طبعا احنا كالعاده دايما بنعمل ايه الاول، لازم افترض الاول هو فين، اسيوم اول حاجه احنا متعودين بالتكنيك بتاعنا هو في الاكتيف مود، وبعد كده هشوف الحل بتاعي صح ولا لا، هعمل تشيك في الاخر على الحل بتاعي اشوفه صح ولا غلط تمام كده. يبقى انا هفترض ان هو فين في الاكتيف مود. طبعا احنا اول ما نبص للدائره هنا على طول، طبعا عارفين القوانين بتاعتنا احنا، طبعا برضو مديك البيتا ب 100، عارفين القوانين بتاعتنا واخدينها في المحاضره ان في علاقات بين الثلاث تيارات وبعضهم، ما بين الاي كوليكتور والاي بيز والاي اميتر، ولو عندي اي واحد فيهم ما دام البيتا موجوده اقدر اجيب الاثنين التانيين بدلالته، بدلاله الايه؟ التيار اللي موجود. طبعا هنا علي على طول اول حاجه عندي ان في عندي كارنت سورس على الاميتر على طول، يبقى اذا هنا انا عارف على طول التيار هنا الاي اميتر بكام بالكارنت سورس، لان الكارنت سورس بيجبر التيار يمشي في الفرع ده القيمه بتاعت الكرنت سورس وبيثبته على كده. يبقى انا على طول اول حاجه جبتها على طول الاي متر بكام يا جماعه؟
على طول ب 1 ملي امبير. ادي اول مطلوب بمجرد النظر. ثم انا عندي بقى العلاقات الثانيه، عندي الاي كوليكتور بتساوي الالفا في الاي اميتر، والالفا اللي هي بيتا على بيتا زائد 1، يعني 100 على 100 على 101 في ال 1 ملي امبير، هتديني تقريبا لو 99 من 100 ملي امبير. ادي الاي كوليكتور. طيب انا برضو اقدر اجيب الاي بيز، الاي بيز بتساوي الاي اميتر على بيتا زائد 1، او اطرحهم من بعض. احنا عارفين ان الاي اميتر بيساوي كوليكتور زائد اي كوليكتور زائد اي بيز، اما تطرحهم من بعض فعلا هيديني كام يا جماعه؟ الواحد من 100 ملي امبير. يبقى في عندي اميتر 1 ملي، البيز 1 من 100، والتاني 99 من 100. تمام كده، يبقى جبت الثلاث تيارات. طيب انا عايز دلوقتي اجيب مين؟ جبت الثلاث تيارات خلاص، عايز اجيب الفولت بقى، الفولت في سي والفولت في اي والفولت في بي. تمام كده. طبعا احنا هنا زي ما الحاجه اللي احنا خدناها في الاكزامبل على طول، الفي سي هنا دلوقتي انا عارف الاي وعارف الار، والفي سي ده هنا بالنسبه لي هنا ما دام التيار ماشي كده يا جماعه، يبقى فين البوزيتيف وفين النيجاتيف؟ هنا البوزيتيف وهنا النيجاتيف، اللي احنا قلنا البوزيتيف دايما قبل. تمام كده، يبقى هنا الفولت ده ما دام ده على النيجاتيف يبقى ده اقل من اللي فوق بقيمه اي في ار. يبقى اذا هنا قيمه الفي سي هنا بتساوي ايه على طول؟ 10 ناقص اي سي في الار سي. تمام كده، يبقى هنا على طول هتلاقي الفي سي بتساوي 10 ناقص الاي سي في الار سي، هتساوي ال 2 و 8 من 100 فولت. طبعا الوحدات مهمه جدا، ما ننساش نحط الوحدات، لان الوحدات مهمه جدا طبعا يعني. تمام، يبقى جبت مين؟ جبت الفي سي. طب اقدر اجيب هنا الفي بيز والفي امتر ولا لا؟ شوف كده الفي بيز الاول، انا برضو نفس القصه، انا عارف هنا ايه؟ نفس الكلام، انا عارف التيار هنا اهو كده، وجبت قيمه الاي بي خلاص. تمام كده، ان الاي بي ماشي كده، وبعدين داخل فين؟ في البيز. فين البوستيف هنا؟ هنا دي البوستيف طبعا زي ما احنا قلنا حسب اتجاه التيار، اللي هو بوستيف قبل مقاومه، ودي النيجاتيف. فدي ايه يا جماعه؟ دي اللي اقل من، دي اللي اقل من هنا بكام؟ بالاي في ار. الاي هنا ايه؟ الهاي اي بيتا في الار بي، الاي بيتا في الار بي. تمام كده، يبقى دي هتساوي ايه يا جماعه؟ صفر ناقص، لان دي هنا القيمه بصفر، صفر ناقص اي بي في الار بي، على طول هتطلع لي نضرب في بعض هتديني السالب 1 فولت. طب انا اقدر هنا اجيب الفي الفي اي ولا لا؟ طبعا على طول، لان احنا عارفين ان احنا في الفرض بتاعنا في الاول، يبقى هفترض ده، بفترض ان ده فورورد. تمام كده، يبقى ده الفولت، ما دام ده فورورد يبقى ده الجنكشن ديت اكتف، والثانيه بعمل عليها تشيك ان هي تطلع، المفروض تطلع ريفرس. ما دام دي اكتف يبقى ده على طول ايه يا جماعه؟ بنرسمها على طول، خلينا فاكرين، ادي البوزيتيف صح كده، نيجاتيف كام؟ 7 من 10 فولت. فين البوزيتيف؟ انا مش عايزك تحفظ، البوزيتيف هو ناحيه البيز صح كده، يبقى ده اللي اعلى من ده ب 7 من 10 فولت. تمام كده، يبقى مين؟ البيز هو اللي اعلى ب 7 من 10 فولت، يبقى الفي اي هتساوي ايه يا جماعه؟ الفي اي هتبقى الفي بي ناقص على طول 7 من 10 فولت، هيديني سالب 1.7 من 10 فولت. يبقى انا كده جبت كل مين؟ جبت كل التيارات وكل الفولتات. طبعا لازم ما ننساش حاجه مهمه جدا، انا بعد ما جبت كل دول لازم اعمل تشيك، اشوف هل انا فعلا في الاكتيف مود ولا لا. انا طبعا في الاكتيف مود بفترض ايه؟ ان ده فورورد، واتاكد ان الجنكشن الثاني ريفرس. هنبص كده هنلاقي الفي سي طالع بكام؟ هنلاقي الفي سي عندنا اهي طالعه ب 2.8 فولت، والبيز طالعه بسالب 1 فولت. خلاص، دي 2 دي 2 ودي سالب 1، يبقى اذا دي اعلى من دي، يبقى انا مغمض على طول ده ايه؟ ريفرس. ما دام الفي سي اعلى من البيز يبقى على طول ده وانا مغمض ريفرس، يبقى الفرض بتاعي صح، يبقى الفرض بتاعي ايه؟ صح. يبقى كده احنا خلصنا المطلوب الاولاني في المساله، اللي هو فايند اول ايه؟ فولتجز وكرنتس. الثاني بقى بيقول لك هات لي السمول سيجنال بارامترز عموما، وطبعا مع الاخذ طبعا بيتا بتساوي 100، ومديك الايرلي افكت. السمول سيجنال بارامترز هي البارامترز اللي انا بحطها فين؟ اللي انا بحطها في السمول سيجنال موديل زي ما احنا شايفين كده، هي الار باي اللي هي الجي ام اللي هي الار نوت، ولو استخدمت الموديل الثاني اللي هو الار اي، يبقى انا دي البارامترز بتاعتي، البارامترز بتاعتي طبعا على طول هتبقى تعويض مباشر في القوانين. طبعا احنا في تي دايما يا جماعه اما بنجيب بتجيلنا لو انا مش مدارك المساله، هي على طول 25 ملي فولت. الفي تي في المسائل بتاع الباي بولار جنكشن ترانزستور هي على طول بكام؟ 25 ملي فولت. فالجي ام بيقول لك كابيتال اي سي اللي هو الدي سي، يعني بيساوي كابيتال اي سي، خلاص جبناها على طول، جبنا التيار بتاع الاي سي على الفي تي، هيديني ده القيمه بتاعت ايه يا جماعه؟ بتاعت جي ام. طبعا الجي ام هنا ده عباره عن جين ما بين مين؟ التيار والفولت، فالوحده بتاعته عباره عن امبير بير فولت، امبير بير فولت. تمام كده، لان ده زي ما احنا شوف كده ده عباره عن جين يا جماعه ما بين مين؟ ده الكرنت سورس كنترول ده ايه؟ عن طريق الفولت، فده بيبقى عباره عن الوحده بتاعته امبير امبير بير فولت، يعني امبير على فولت. تمام، الار باي برضو بالقانون، تعود القانون على طول، اما بيتا على الجي ام او في تي على الاي بي، ايا كان فيهم هيديني برضو القيمه الثانيه اهي اللي هي 2.5 كيلو اوم. تمام،
ال ار اي بتساوي في تي على اي اي برضه هيديني هو ال 25، هعوض يديك ال 25 اوم. ثم ال ار نوت بتساوي في اي اللي هو مديها لك ب 100 على الاي سي هيديك اللي هي ال 101 كيلو اوم زي ما احنا شايفين. يبقى العمليه كلها تعويض مباشر، وهنرسم له في الاخر الاثنين موديل. طبعا احنا ممكن نستخدم ده او ده، زي ما حطينا الموديل في الشمال ده بيبقى اكثر استخداما. ادي الايه الار باي، ادي الجي ام، ادي الار نوت، او استخدم الموديل الثاني هو فيه الار اي والار نوت زي ما احنا شايفين كده. ده كده حلينا كده، خلصنا الدي سي اناليسيز. وكان اخر مطلوب في الدي سي اناليسيز ان انا اطلع البارامترز بتاعه الاي سي مودلز. ده كده تمهيد ان انا ابتدي اشتغل في مين، في الاي سي موديل. طيب زي ما احنا شايفين كده الدايره قدامنا خلاص، واحنا عرفنا الاي سي شرحناها المره اللي فاتت، الاي سي موديل زي ما احنا شايفين كده قدامنا. طيب احنا على طول هفكرك على طول هنحل كل المطالب بتاعه ديت بمجرد النظر على طول. طبعا احنا هنا دي الدايره، دي هي نفسها الدايره اللي فوق. هفكرك كده على طول على طول ازاي بنحسب الار انبوت والار اوتبوت والاي في نوت والاي في والجي اللي هو اوفر اول جين. دايما احنا بنعمل ايه يا جماعه؟ زي ما احنا قلنا الار انبوت احنا دايما بنحط فين؟ بنحط الفي انبوت او الفي سيجنال على الشمال، وبنحط الفي اوتبوت على اليمين. تمام، يبقى الفي انبوت شمال والفي اوتبوت يمين. يبقى اذا اما اجي احسب الار انبوت ببص من الشمال على الترانزستور من الجنب الشمال بعد الار سيجنال. يبقى الار سيجنال مش موجوده معايا والفي سيجنال مش موجوده معايا. اما اجي ابص هنا من هنا يا جماعه من الناحيه دي كده، الار انبوت هنا بالنسبه لي ايه؟ ايه اللي انا شايفه هنا بالنسبه لي؟ الار بي بارلل مع الار باي، بس كده. يبقى الار انبوت بتساوي الار بي بارلل مع الار باي. ادي جبنا الار انبوت. طب الار اوتبوت ببص لها من اليمين بقى بعد الار ال، لما اخش ار ال هنا بالنسبه لي مين اللي انا شايفه؟ الار سي بارلل مع مين؟ مع الار نوت. ادي كده الار اوتبوت على طول، مجرد اتنين مقابله مع بعض. ادي كده جبنا المطلوب التاني. شايفين الموضوع سيمبل ازاي؟ سيمبل جدا يعني. طيب انا عايز احسب الثلاثه جينز بقى اللي هو الاي في نوت والاي في بس والجي في اللي هو الاوفر اول جين. الاي في نوت يا جماعه بنحسب الفي اوتبوت على الفي انبوت من غير الار ال، من غير الار ال. فالفي انبوت هنا الفي اوتبوت هنا كام يا جماعه؟ لما تيجي تبص هنا هتلاقي الفي اوتبوت هنا عباره عن المقاومتين دول ماشي فيهم ايه يا جماعه؟ ماشي فيهم التيار ده جي ام في الفي باي. فالمقاومتين دول عباره عن ايه؟ مقاومتين بارل مع بعض، لان ادي الطرف ده زي ما هو، الطرف ده هو واحد نفس الطرف، والاثنين دول واقفين على الارض هنا. يبقى عباره عن التيار ده مضروب في مين؟ التيار مضروب فيه الاثنين دول بارل مع بعض. ادي قيمه في نوت. بس ناخد بالنا من حاجه مهمه، ان التيار ده طالع ايه يا جماعه؟ التيار ده ماشي كده، يبقى هو جاي هنا ايه؟ جاي من تحت لفوق، عشان كده هتبقى هنا الفولت ده هنا ايه؟ بالسالب التيار في الار. تمام كده؟ سالب جي ام في باي، ادي قيمه التيار في مين؟ في الار سي بارلل مع الار نوت. يبقى ده كده الفي اوتبوت على الفي انبوت. الفي انبوت هنا يا جماعه هنا بتساوي ايه؟ بص كده الفي انبوت بتساوي ايه هنا؟ هي بتساوي الفي باي، لان برضو الطرف ده هو ده، وهنا ده الار دي وهنا ده الار دي. يبقى الفي انبوت بتساوي في باي. يبقى اذا الفي اوتبوت فيها في باي برضو اهي. يبقى الفي باي هتطير مع بعض، يتفضل لي جي ام في ار نوت بارلل مع ار سي، بس كده. يبقى ده الاي في نوت. طب لو عايز احسب الاي في بس، نفس الحل بس باخد معايا مين؟ اللود معايا في الحساب. يبقى هتلاقي الناتج عباره عن بدل جي ام في ار نوت بارل مع ار سي، لا هتبقى ار نوت بارل مع ار سي بارل مع ار ال، بس كده. طيب لو عايز بقى الاوفر اول جين، بدل ما هحسب بقى الفي اوتبوت على الفي انبوت ده، هحسبه على الفي سيجنال. طب ما الفي سيجنال في عندي علاقه بين الفي انبوت والفي سيجنال، ان انا عندي الفي سيجنال دي عباره عن فولتج ديفايدر ما بين الار سيجنال والار انبوت اللي انا شايفها من ناحيتي. هنحسب الفولتج ديفايدر ده كام، واطلع منه قيمه الفي سيجنال بدلاله الفي انبوت، ثم هنقسم على الفي اوتبوت على الفي سيجنال. يبقى كده جبنا الاوفر اول جين. ادي الموضوع كله على بعضه في خلال دقيقتين، وتعالوا بقى نعملها مع بعض بالارقام عشان نشوف الدنيا هتمشي ازاي. تمام، هنبدا بقى الاي سي اناليسيس. هنلاقي اول مطلوب عندنا بيقول لي احسب لي الار انبوت. على طول الار انبوت احنا عارفين زي ما احنا قلنا حسبناها، عباره عن الار بي بارل مع الار ار باي، طبعا مقاومتين بارل مع بعض، عباره عن حاصل ضربهم على حاصل جمعهم. القيم دي كلها موجوده عندي، هعوض هيطلع لي 2.4 كيلو اوم. هنا بيقول لي بقى حاجه ثانيه، افرض ان عايز الار انبوت من غير الار بي ماخدها في الحساب. نرجع كده، هنا بيقول لي اهو ادي هنا الار انبوت اهي، قال لي لو الار بي دي مش موجوده يبقى الار انبوت بتساوي ايه؟ بتساوي على طول الار باي بس، فتساوي الار باي على طول هي 2.5 كيلو اوم. طيب نحسب اول حاجه الاي في نوت.
ايه في نقطه زي ما احنا قلنا الفي اوتبوت على الفي انبوت من غير الار ال زي ما احنا قلنا. طيب الفي اوتبوت بتساوي ايه زي ما احنا قلنا من غير الار ال؟ يبقى انا بص من الناحيه دي عباره عن الجين ده عباره عن التيار ده اسف بيعدي في المقاومتين دول بارل اللي هو ار نوت بارل مع ار سي مضروبين في مين؟ في التيار ده. بس هناخدها بالسالب. ليه بالسالب يا جماعه؟ لان التيار ماشي ازاي؟ التيار ماشي هنا من تحت لفوق. ليه ماشي من تحت لفوق؟ لان انا هيلف هنا كده اهو ويروح جاي ماشي هنا كده ايه؟ يبقى انا عندي التيار هنا ايه؟ احنا عارفين طبعا خلاص ما دام ماشي من تحت لفوق يبقى هنا فين الموجب؟ موجب تحت. وفين السالب؟ هنا. يبقى الفي اوتبوت فين يا جماعه؟ الفي اوتبوت هي اللي على السالب، هتبقى سالب الاي في المقاومتين دول بارل مع بعض. يبقى دي على طول هنعوض اهو الفي اوتبوت زي ما احنا قلنا ماينس جي ام. طبعا هو هنا بيقول لي في الاول المطلوب الاولاني لو احنا فرضنا الار نوت مش موجوده، تمام كده؟ الار نوت مش موجوده، لو فرضنا الار نوت دي مش موجوده يبقى التيار ده كله معدي في مين؟ في الار سي بس، عباره عن التيار في الار سي، تمام كده؟ ادي التيار اهو ماينس جي ام في باي، كل ده التيار مضروب في مين؟ في الار سي. طبعا هنا بقسمه على الفي انبوت، وقلنا الفي انبوت هو الفي باي، يبقى الفي باي هتتشطب مع بعضها، يبقى في الاخر بيديني ماينس جي ام في مين؟ في الار سي. انا عندي الجي ام وعندي الار سي، هعوض هيديني القيمه بتاعتها اللي هي ماينس 316.8 فولت بير فولت. الجينز يا جماعه كلها عباره عن، لان ده جين فولت فولت بالنسبه للفولت، يبقى تبقى فولت على فولت. طب هنا لو قال لك بقى ويز ار نوت متاخده في الحساب، يبقى هنا التيار نرجع تاني، يبقى هنا التيار ده معدي في مين؟ في المقاومتين الار نوت والار سي، ايه علاقتهم ببعض؟ بارل مع بعض، يبقى مجرد التيار فيه ار نوت بارل مع ار سي. عندي كل القيم هعوض على طول. ادي هو ماينس جي ام، ادي التيار اهو مضروب في مين بقى المره دي؟ مش في ار سي لوحدها، في ار سي بارل مع الار نوت. احسب الار سي بارل مع الار نوت بكام واعوض، وزي ما احنا قلنا الفي باي هتختصر مع الفي باي، الفي ام في باي، هعوض جبت القيمه بتاعت الاي في نوت. طبعا احنا لو انا جبت لك في الامتحان او جبت لك في مساله وقلت لك ما جبتلكش، قلت لك ويز وزاود ديت، يبقى طبعا احنا بنعتبرها ايه؟ ما دام اديتك الفي اي يبقى الايرلي افكت معانا على طول في الحساب، تمام كده؟ يبقى هنا برضه نفس القصه، ار انبوت لو ما جبتلكش سيره ار بي خالص، طبعا ار بي طبعا متاخده معانا في الحسبان، وهنا طبعا ايه؟ يبقى الار نوت هنا متاخده معايا فين؟ في الحسبان. خلاص جبت انا ايه؟ جبت الاي في نوت ويز ار نوت وويزاوت ار نوت. طيب هنا بقى هيقول لي طب هات لي بقى الاي في، ايه فرق الاي في؟ ادخل معايا الار ال، والقصه كلها ان هنا هتبقى الار ال بارل مع المقاومتين دول، يبقى خلاص جبتهم برضو اما اكون من غير الار نوت وذاوت ار نوت هتبقى عباره عن، طبعا هنا بيقول لي هات الار اوتبوت الاول، الار اوتبوت الاول من هنا اهو، اما تيجي الار اوتبوت هات الار اوتبوت من، طبعا احنا قلنا من بعد الار ال، لو ما خدت لو ما كانش في ار نوت من غير ار نوت يبقى الار اوتبوت على طول بايه؟ مفيش غير الار سي. طب لما خدت ار نوت في الحساب يبقى ار سي بارل مع الار نوت على طول تعويض مباشر. ادي اهي الار نوت الار اوتبوت، عموما الار اوتبوت بتساوي ار سي بارل مع الار نوت. طب لو ما كانتش الار نوت هاخدها معايا في الحساب يبقى هتساوي على طول مين؟ الار سي ب 8 كيلو اوم زي ما احنا شايفين، تمام؟ طب الاي في بقى هدخل ويز الار ال معايا فين؟ في الحساب. يبقى هناك بدل ما كانت الار ال، بدل ما كانت الار سي بارل مع الار نوت بس، هدخل معاهم كمان بارل مين؟ الار ال. ادي كل الفرق. وطبعا الفي باي زي ما احنا قلنا هي في انبوت فهتختصر مع بعض، يبقى بتديني على طول ماينس جي ام في مين؟ في الثلاث مقاومات بارل مع بعض. طبعا احنا فاكرين القانون بتاع الثلاث مقاومات بارل مع بعض، واحد على المقاومه الاجماليه بتساوي واحد على الاولى زائد واحد على الثانيه زائد واحد على الثالثه. يبقى اذا المقاومه الاجماليه بتساوي واحد على مقلوب واحد على الاولى زائد واحد على الثانيه زائد واحد على الثالثه. طبعا الاسهل ممكن تحلهم لوحدهم الاول عشان ما تلخبطش، واحسب قيمتهم واحط قيمتهم هيطلع لي في الاخر ماينس 118.244 من 1000 فولت بير فولت. طب الاوفر اول جين بقى، الاوفر اول جين طبعا بيبقى فيه معايا ده باخد بقى كله من في اوتبوت لحد الفي سيجنال، في اوتبوت على في سيجنال. طب هنا دلوقتي انا عندي الفي اوتبوت جايبها في اوتبوت جبناها قبل كده، هي الماينس جي ام في الفي باي على مين؟ اسف في مين؟ في الثلاث مقامات بارل مع بعض اللي هو الار سي والار ال والار نوت، تمام؟ يبقى انا عايز اجيب قيمه الفي سيجنال. هنا الفي سيجنال، الفي سيجنال هنا عباره عن ايه يا جماعه؟ عباره عن فولتج ديفايدر ما بين ايه بقى؟ ما بين الار سيجنال اهي والاثنين دول بارل مع بعض، تمام كده؟ الاثنين دول بارل مع بعض سميناهم ايه يا جماعه؟ هي دي الار انبوت، هي دي الار انبوت. يبقى عباره عن الفي سيجنال، يبقى الفي انبوت هنا عباره عن ايه؟ مضروبه في في الار انبوت، الفي انبوت بتساوي الفي سيجنال في الار انبوت على ار انبوت الار سيجنال، لان الفي سيجنال هي بتتوزع على حاجتين، على الار سيجنال وعلى الار انبوت. الفي انبوت واخده جزء منها اللي هو بيساوي ايه بقى؟ ار انبوت على مجموعهم ار انبوت زائد ار سيجنال في مين؟
البي سيجنال، تمام كده؟ يبقى ادي اهي اهي، يبقى ادي كده زي ما احنا قلنا ان انا عندي الفي انبوت، هي الفي سيجنال متوزعه على حاجتين، بيبقى قيمه الفي انبوت بتساوي ايه؟ فولتج ديفايدر، ادي ار انبوت على ار انبوت زائد ار سيجنال. طب اقدر من كده من هنا اجيب قيمه في سيجنال؟ اه، اجيب قيمه في سيجنال بان انا اودي الايه القوس ده هناك الناحيه الثانيه بايه؟ بالمقلوب، اقلبه، يبقى عباره عن بيساوي الفي انبوت في ار انبوت زائد ار سيجنال على الار انبوت، تمام؟ يبقى انا هشيل الفي سيجنال من هنا واحط قيمه ديت. طبعا الفي انبوت هي مين؟ الفي انبوت هي الفي باي، تمام كده؟ والفي باي هتختصر برضو نفس القصه، جذر اللي فوق مع اللي تحت، لان الفي باي بتبقى موجوده فوق وموجوده فين؟ تحت. هيتفضل لي ايه يا جماعه؟ فوق ماينس جي ام الثلاث مقامات بارل مع بعض اهي، وتحت اللي هو الكسر دوت. طبعا احنا كنا حسبنا قبل كده مين؟ الماينس جي ام في الثلاث دول بارل مع بعض، وقلناهم ده كان ده عباره عن الاي في مضروبين في مين؟ في المقوس دوت، مقسومين على القوس دوت في المقام. ما دام مقسومين عليهم في المقام يبقى هعمل ايه في الكسر ده؟ هقلبه، يبقى الار انبوت طلعت فوق، هضرب بقى عندي كل القيم دي موجوده، ار انبوت وار سيجنال عندي موجودين، هعوض وجبت القيمه بتساوي سالب 38 و 349 فولت بير فولت. طبعا احنا لو خدنا بالنا هنا معلومه كده جانبيه، الجي في هنا الاوفر اول جين هنلاقيه ماينس 8، طبعا هما كلهم ماينس عشان ده التوصيل عموما ده انفرتنج امبليفاير عموما، هنا ماينس 38. طيب الاي في طالع كام؟ ماينس 118 اعلى. طب الاي في نوت كان طالع كام؟ ماينس 293. يبقى اذا عندي دايما بيطلع الاوفر اول جين، الاوفر اول جين بيبقى اصغر حاجه اكبر منه شويه الاي في بس، واكبر منه خالص اول حاجه الاي في نوت، لان طبعا كل ما بدخل معايا مقاومات في الحسابات اكتر بدخل لوسز معايا اكتر، فبطلع الجين الحقيقي اللي هو بعد ما اخد بقى كل اللوسز اللي موجوده في الار سيجنال وفي الار لود والكلام ده كله، تمام؟ طبعا هنا ما تنساش ان الار سيجنال دي عباره عن انترنال ريزيستنس جوه السورس، يعني مش حاجه انا حاططها، دي حاجه جوه internal resistance جوه السورس. يبقى انا جبت كده قيمه الجي في. طيب هنا بيقول لي حاجه تانية بقى، بيقول لي هنا في المساله، هنرجع في المساله، بيقول لي نفترض في المساله المطلوب التاني بقى في المساله، نطلع لها كده عشان تبقى نربط ده بده. خلاص احنا جبنا كل القيم دي، بيقول لي بقى لو احنا عندنا الفي باي الساين ويف دي ليميتد لحد 5 مللي فولت بيك تو بيك، يبقى الفي باي هنا اللي هي الفي انبوت ليميتد لحد كام؟ 5 مللي فولت. هات لي بقى الماكسيمم الاود في سيجنال قد ايه والفي اوتبوت قد ايه. طبعا احنا عارفين خلاص عندنا العلاقات اللي رابطه ما بين الفي باي والفي سيجنال، وعندنا الجينز اللي رابط لي الفي اوتبوت بالفي سيجنال اللي هو الجي في، او الفي اوتبوت بالفي انبوت اللي هي الاي في، تمام كده؟ ممكن استخدم اي واحده فيهم. يبقى تمام، لو انا عندي هنا الفي باي عندي في باي 5 مللي فولت، اقدر اجيب على طول الايه الفي سيجنال زي ما احنا قلنا، ده عباره عن فولتج ديفايدر، وكتبنا العلاقات بتاعتهم، هنعوض فيها تعويض على طول مباشر لان كل المقاومات دي قيمها موجوده ايه عندي، ادي اهي الفي باي ب 5 مللي فولت، وانا عندي زي ما احنا قلنا الفي انبوت كانت بتساوي العلاقه دي اهي، لان ده فولتج ديفايدر جبناها من الفولتج ديفايدر، يبقى عندي الفي سيجنال بتساوي في باي في الكلام ده، عوض بقى في كل القيم دي هيطلع لي 15.417 مللي فولت. طيب انا عندي عايز اجيب بقى الفي اوتبوت، طبعا احنا هنا عندنا ايه؟ انا عندي الفي باي وعندي الفي سيجنال، تمام كده؟ ال A في هو اللي رابط لي الفي اوتبوت بالفي مين؟ بالفي باي، وعندي الجي في هو اللي رابط لي الفي اوتبوت بالفي سيجنال، ممكن استخدم اي واحد في الاثنين بحيث يجيب لي الفي اوتبوت، ضربنا ده في ده اهو طلع في الاخر 0.591 فولت زي ما احنا شايفين. كده احنا حلينا المساله كلها دي سي واي سي. طبعا احنا نرجع كده بسرعه نلخص لك كل اللي احنا عملناه ده في خلال دقيقة واحدة بس. ادي الدايرة الأصلية بتاعتنا زي ما احنا قلنا، عشان اجيب ال دي سي والاي سي بطبق القواعد بتاعتي المكثفات وعلى السورسز اللي عندي. ادي شكل الدي سي سيركت، الدي سي على طول حله على طول، اول ما لقيت انا عندي كارنت سورس هنا عرفت الاي اميتر، يبقى ما دام عرفت الاي اميتر يبقى اعرف اقدر اجيب الاي كوليكتور والاي بيز، ما دام جبت الاي كوليكتور والاي بيز اقدر اعرف الفولت هنا على طول كام، لان انا عارف الفولت قبل المقاومه ودي بعد المقاومه، يبقى انا هعمل ايه؟ يبقى الفولت قبل اللي هو 10 ناقص اي في ار اللي هو اي سي في ار سي. طبعا هي نفس القصه، انا عارف الفولت قبل المقاومه اللي هي الزيرو، يبقى الفولت اللي بعدها هعمل ايه؟ الزيرو ناقص برضو هنا الاي بي في الار بي، يبقى جبت هنا الفولت ده. طب وهنا الفولت بكام الفي اي اخر حاجه؟ احنا عارفين ان المدام ده فرضنا ان هو في الاكتيف مود، يبقى الجنكشن دي في الفورورد، يبقى هنا ده هنا في دايود، يبقى هنا عندي بوزيتيف نيجاتيف ايه 7 10 فولت، يبقى هقدر اجيب الفولت هنا على طول.
طب بعد ما عملت كده اعمل تشيك اتاكد ان الفولت بتاع الكوليكتور والبيس ديت في الريفرس، لقيت الفولت بتاع الكوليكتور اعلى من البيس فعلا، يبقى كده فعلا دي في الريفرس، يبقى كده خلصت الدي سي اناليسيس. عندي قوانين تعويض مباشر هجيب منها قيمة مين اللي هي الفي الار باي والار نوت والجي ام، جبت الكلام ده كله وكده خلصت الدي سي اناليسيس، وجبت كمان البارامترز بتاعت الاي سي. طيب هخش على الاي سي هنا، تمام كده الاي سي على طول يا جماعه. الار انبوت ببص من، احنا قلنا طبعا الانبوت على الشمال والاوتبوت على اليمين، ببص من الشمال ناحيه الترانزستور، تمام كده ببص للترانزستور من ناحيه الشمال بعد الار سيجنال، هلاقي هنا قدامي مين الار بي بارل مع الار باي. طب لو قال لك من غير الار باي يبقى من غير الكابيتال ار بي يبقى لها بتساوي ار باي على طول. طب الار اوتبوت اما اجي ابص هنا من اليمين بعد الار ال، لما اخش الار ال معايا عباره عن ار سي بارل مع ار نوت. طب لو قال لك بلاش ار نوت يبقى بتساوي ار سي بس. طيب الفي اوتبوت هنا لو عايز احسب الاي في نوت يبقى هاخد الفي اوتبوت هنا من غير الار ال، يبقى بتساوي الاي في المقاومتين دول بارل مع بعض على مين الفي انبوت. هلاقي هنا طبعا الاي هنا عباره عن فيها جي ام في الفي باي، وهنا يبقى الفي باي هتطير، يبقى هيتفضل لي هنا ايه، هيتفضل الجي ام طبعا بالماينس زي ما احنا قلنا التلات فرع من فوق لتحت بالماينس مضروب في مين في الار نوت بارل مع الار سي، ده لو خدت الار نوت في الحساب. طب لو ما خدتهاش هتبقى الار سي بس، يبقى الجي ام ماينس جي ام في الار سي بس. طيب لو عايز بقى الاي في يبقى الار ال هاخدها معايا في الحساب، يبقى الار ال هتخش بارل معاه، هيبقى هو عباره عن الاي اللي هو جي ام في الفي باي مضروب في مين في الثلاثه دول بارل مع بعض على الفي باي، يبقى الفي باي هتطير، يتفضل لي بس الماينس جي ام في الثلاثه دول بارل مع بعض، ادي الاي في. طب لو عايز الجي في بقى اللي هي الاوفر اول، يبقى مش عايز الار انبوت، يبقى مش في اوتبوت دي اللي هي دي اهي، مش على الفي انبوت، لا دي على الفي سيجنال. طب انا عندي علاقه فولتج ديفايدر ما بين الفي سيجنال والفي انبوت، اعوض وهجيب قيمه الفي سيجنال بدلات الفي انبوت، هنلاقي برضو الفي باي هتطير معايا بالنسبه لي، وجبت كده الاوفر اول جين. زي ما احنا شايفين الموضوع سيمبل خالص، في خلال دقيقتين ثلاثه يعني حلينا المساله كلها، يعني الموضوع ان شاء الله بيس اوف كيك. ويعني بس انت جرب كده، طلع انت المساله كده مع نفسك وحلها، وابدا حل كده بايدك، هو احسن حاجه في المسائل اللي انت تحل بايدك، وهتلاقي الدنيا ان شاء الله ماشيه كلها وزي الفل ان شاء الله ربنا.